لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، وكنا انهينا المرة اللي فاتت lesson 2 وانهينا معاه page 35 او صفحة 35 في شابتر 2 making a healthy body او ازاي نعمل جسم صحي. والنهاردة هنبتدي في lesson 3 او الدرس الثالث page 36 او صفحة 36، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا page 36 on one hand map of the human body. map of the human body يعني خريطة الجسم البشري، خريطة جسم الإنسان. وطبعا ازاي هو يقول لنا map على الhuman body او ازاي يقول لنا خريطة على جسم الإنسان؟ طبعا يا اصحابي الماب من تعريفاتها ان هي picture او صورة to determine لتحديد places او الاماكن. طبعا الماب بمفهومها المعروف اللي احنا عارفينه هي بتوضح الاماكن الموجودة على الارض. برضو ممكن نقول ماب على الهيومن بودي لان هي توضح لنا الاماكن بتاعة البارتس او الاجزاء الموجودة في جسمنا. والنهاردة بنتكلم عن الموضوع ده وهو موضوع جميل جدا، هيوضح لنا some of our body parts او بعض اجزاء جسمنا، ونعرف كمان places او الاماكن بتاعتها، وهنتعرف على part مهم جدا في جسمنا وهو السكن او الجلد، وهنعرف ازاي هو مهم جدا او very important، وازاي هو بيعمل لنا protection all the time او ازاي بيحمينا طول الوقت. هنتكلم في الموضوع ده النهاردة، وهنعرف كمان ازاي نقدر نعمل protect او نقدر نعمل حماية ل our skin. فالنهاردة بنتكلم عن map of the human body او خريطة جسم الانسان، وبيقول لنا هنا look at the picture، انظر على الصورة. what parts do you see labeled؟ labeled يعني محطوط عليها الاسماء بتاعتها، ايه الاجزاء اللي انت شايف موجود عليها الاسماء بتاعتها. فهنا موجود عندنا two pictures او صورتين. طبعا ال two pictures دول او الصورتين دول بيوضحولنا some of our body parts او بعض اجزاء جسمنا. فانا عايز اسألكوا قبل ما نتكلم عن البادي بارتس او الاجزاء بتاعت جسمنا الموجودة في التو بيكيتشرز دول، ليه اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ليه اللي احنا شايفينه في التو بيكيتشرز دول ما بنشوفهوش في حياتنا وفي الحياة بصفة عامة؟ ليه ما اقدرش اشوف البارتس الموجودة في البيكيتشرز دي في حياتنا العملية؟ يعني لما بص على حد ما اقدرش اشوف المكونات والاجزاء الداخلية بتاعت جسمه؟ طبعا لان جسمنا covered with skin او جسم مغطى بالجلد، وطبعا دي ال internal parts او الاجزاء الداخلية الخاصة بالجسم. فطبعا احنا ما نقدرش نشوف ال internal parts دي او الاجزاء الداخلية دي بعيننا المجردة. فهنا في ال picture الاولانية موجود في some of body parts زي الهارت او القلب، stomach يعني المعدة، stomach يعني المعدة، veins يعني الأوردة، veins يعني الأوردة. وفي البيكيتشر التانية بيورينا other body parts أو أجزاء تانية من جسمنا زي البونز أو العظام، وزي السكن أو الجلد، وزي المسلز أو العضلات. وطبعا يا أصحابي احنا بنشرح المنهج الخاص بكونكت بلس وكونكت كمان، ففي كونكت بلس في جزء موجود في يونت 2 خاص برضو بالبادي بارتس، وبنتكلم فيه عن اجزاء جسمنا بشكل مفصل برضو.
فعلشان كده لازم نبقى عارفين واخدين بالنا ان منهج ديسكفر ومنهج كونكت بلس متكاملين، بيكملوا بعض. فلو انت شفت الدرس ده وشفت الدرس التاني هتقدر تشوف صورة اكبر عن البادي بارتس او اجزاء الجسم الخاصة بالهيومن بادي او بجسم الانسان. فمرة تانية، البادي بارتس هنا اللي معمول لها ليبلد او مكتوب عليها الاسماء هي heart 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 stomach 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 veins 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 bones 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 skin 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 muscle muscle muscle. وبكده نكون خدنا فكرة سريعة كده عن البادي بارتس او اجزاء الجسم الخاصة بالهيومن بادي او بجسم الانسان. وعايز اقول لكم اخر حاجة خاصة بالبيج دي، طبعا ده according للتيتشر جايد او لدليل المعلم. احنا ممكن كمان نقول على الماب دي diagram. diagram هو شكل توضيحي بيوضح لك البارتس او الاجزاء و how it works او ازاي هي بتشتغل في اي جسم في الدنيا. فممكن نقول على البيكيتشرز دي ماب، وممكن كمان نقول عليها diagram او شكل توضيحي بيوضح البارتس and how it works، بيوضح الاجزاء الخاصة بجسمنا وهي كمان بتشتغل ازاي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معي ونوصل لبيج 37 او صفحة 37 وعنوانها are we similar. Are we similar يعني هل نحن متشابهين؟ فبيقول لنا هنا يا أصحابي باختصار شديد علشان ما نتوهش من بعض، جايب لنا صورتين، صورة للأورنج الجميلة دي وصورة للهانس الموجودة في البيكيتشر التانية. فبيورينا ان الأورنج دي ليها كوفر عامل زي السكن بتاعنا، والهانس هنا برضو عليها كوفر اللي هو السكن أو الجلد الخاص بجسمنا. فبيسألنا بقى يا ترى ويقول لنا هل احنا متشابهين احنا والاورنج دي مثلا؟ Are we similar؟ يعني هل نحن متشابهين؟ فبيقول لنا هنا look at the pictures، انظر على الصور. How are they similar؟ كيف هم متشابهين؟ And how are they different؟ وكيف هم مختلفين؟ Finish the sentences below the images، اكمل الاجابات الموجودة اسفل الصور. فلما اجي اعمل لوكينج وانظر كده على التو بيكتشرز دول او على الصورتين دول، هلاقيهم سيميلر او متشابهين في ان هما الاثنين عندهم كوفر. الاورنج دي عندها الكوفر بتاعها او القشرة بتاعتها، واور هاندز او ايدينا عندها الكوفر بتاعها واللي هو السكن بتاعنا اللي ربنا خلقه لنا. فلما يجي يسالنا ويقول لنا تحت they are similar because they are similar because هم متشابهين لأن، فالمفروض هنكتب هنا ايه يا أصحابي؟ هنقول both of them has cover. both of them has cover أو كل منهم عنده الكفر بتاعه وعنده الغطا بتاعه. الأورنج عندها الكفر بتاعها، والهانس كمان عندها الكفر بتاعها أو السكن اللي ربنا خلقه لنا. طب لما يقول لنا في السنتنس التانية they are different because، they are different because هما مختلفين لأن، هنقول طبعا because we can remove the cover of the orange but we can't remove the skin of the human body. because لأن we can remove احنا نقدر نشيل the cover of the orange الكوفر بتاع الأورنج، but we can't لكن احنا لا نستطيع to remove احنا ما نقدرش نشيل the skin of the human body أو جلد الإنسان. وبكده إحنا قدرنا نحدد هما similar في إيه وهما كمان different في إيه. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 38 أو صفحة 38 وعنوانها our skin protects us. our skin protects us أو جلدنا بيحمينا. وطبعا هنا بيدينا general information او معلومات عامة، معلومات جميلة جدا عن السكن او عن جلد الانسان
وازاي هو مهم جدا، وهو كمان بيعمل لنا بروتكشن او بيحمينا من حاجات كتيرة ممكن تضرنا. فبيقول لنا read the text، اقرأ القطعة. underline how our skin protects us، يعني ضع خط تحت العبارات اللي بتوضح ازاي الجلد بتاعنا بيحمينا. circle ways، ضع دائرة حول الطرق. you can protect your skin، اللي انت ممكن تحمي بيها السكن بتاعك او الجلد بتاعك. فطبعا هنا اول تكست بتقول our skin is all that stand between us and the outside world، الجلد بتاعنا هو الحاجز اللي بيقف بيننا وبين العالم اللي حوالينا. our skin is all that stand between us and the outside world، outside world العالم الخارجي. it protects us from harmful germs، harmful germs يعني جراثيم ضارة. and rays، rays وإشعاعات. from the sun، from the sun من الشمس. يبقى it protects us، هو بيحمينا from harmful germs and rays from the sun. it keeps floods in، هو بيحافظ على السوائل بداخلنا. and helps keep our temperature constant، constant يعني ثابتة، وبيحافظ على درجة حرارتنا ثابتة. it keeps floods in and helps keep our temperature constant. our skin weight، وزن الجلد بتاعنا، لو جبنا جلد بني آدم ووزناه لوحده كده هنلاقيه about 4 kilograms، هنلاقيه حوالي 4 كيلوغرام. our skin weight about 4 kilograms. it is the largest organ in our body. it is the largest organ in our body، هو أكبر عضو في جسمنا كله. our skin is made up of multiple layers، الجلد بتاعنا بيتكون من مجموعة طبقات. some you can see، بعضها انت تقدر تشوفه زي ال outer layer او الطبقة الخارجية. and some are under the surface، وبعض ال layers دي under the surface يعني تحت السطح جوه داخل الجلد. the top layer، الطبقة العليا، is about half as thick as a sheet of paper، السمك بتاعها حوالي نص سمك الورقة اللي احنا ممكن نكون ماسكينها في ايدنا دلوقتي. the top layer is about half thick as a sheet of paper. يبقى مرة تانية عايزين بقى نعمل underline how our skin protects us، ونعمل circle كمان ازاي احنا نقدر نعمل protect للسكن بتاعنا. فلما نيجي نقرأ التكست دي مرة تانية، our skin is all that stand between us and the outside world. it protects us from harmful germs and rays from the sun، وبيحمينا من جراثيم ضارة وكمان من أشعة الشمس الضارة. it keeps flood in and helps keep our temperature constant، هو كمان بيحفظ السوائل بداخلنا وبيحافظ على درجة حرارة جسمنا ثابتة. our skin weight about 4 kilograms، طبعا هنا ما بيقولش ان هو بيحمينا. it is the largest organ in our body، هو اكبر عضو في جسمنا، برضو هنا ما قالش هو بيعمل لنا اي protection. our skin is made up of multiple layers، برضو هنا ما قالش ان هو بيحمينا. some you can see and some are under the surface. the top layer is about half as thick as a sheet of paper. طبعا احنا هنا عملنا underline لازاي لي how our skin protects us. تعالوا نتنقل للتكست التانية. بيقول لنا هنا يا اصحابي we make new skin all the time، احنا جلدنا بيتجدد طول الوقت، احنا بنعمل جلد جديد طول الوقت. constantly، constantly باستمرار. making new layers، بنعمل طبقات جديدة. keeps our skin healthy، بتخلي جلدنا صحي. and whole، and whole وكامل. our skin provides good protection، جلدنا بيوفر حماية جيدة. the rays of the sun، أشعة الشمس، can hurt our skin، can hurt our skin، ممكن تضر جلدنا. when we are in the sun، لما نبقى موجودين في الشمس،
our skin makes جلدنا بيعمل substance مادة to guard against harmful rays to guard لتحمي against ضد harmful rays الأشعات الضارة. طبعا السبستانس دي يا أصحابي مادة بينتجها الجلد كده بتحمي جسمنا، بتبقى موجودة في الطبقات الداخلية للجلد علشان تحميه من ال harmful rays of the sun أو من أشعة الشمس الضارة. sunscreen كريم الوقاية من الشمس can help ممكن يساعد protect against harmful rays، ممكن يساعد في ان هو يحمينا من ال harmful rays دي او من الاشعاعات الضارة بتاعت الشمس. however ومع ذلك the best way افضل طريقة to block out ان انت تمنع the sun ال 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 الشمس is to cover up ان انت تغطي جلدك. يبقى مرة تانية sunscreen can help protect against harmful rays however the best way to block out the sun is to cover up ان انت تغطي جلدك. if we take good care of our skin لو احنا حمينا جلدنا بشكل جيد it can protect us هو ممكن يحمينا for a long time لمدة طويلة. احنا دلوقتي محتاجين نعمل سيركل بقى حوالين احنا ازاي ممكن نعمل بروتكت لاور سكن او لجلدنا. فطبعا احنا هنا هنشوف نقرا التكست دي مره تانية علشان نعرف how to protect our skin. ف we make new skin all the time we make new skin all the time احنا جلدنا بيتجدد طول الوقت constantly making new layers keep our skin healthy and whole our skin provides good protection The rays of the sun can hurt our skin. When we are in the sun, our skin makes a substance to guard against harmful rays. Sunscreen can help protect against harmful rays. هنا هو ازاي نقدر نعمل بروتكت لجلدنا عن طريق ان احنا ممكن نستخدم السان سكرين، ممكن يساعدنا ويحمي جسمنا من ال harmful rays أو من الأشعاعات الضارة. however ومع ذلك the best way to block out the sun is to cover up to cover up إن أنت تغطي جلدك. if we take good care of our skin لو إحنا حمينا لو إحنا اعتنينا بجلدنا كويس it can protect us for a long time هو ممكن يحمينا لوقت طويل. وزي ما إحنا شايفين هنا يا أصحابي ال harmful rays أو الأشعاعات الضارة اللي جاية من الصن او من الشمس وازاي ممكن الصن سكرين او واقي الحماية من الشمس ممكن يمنعها ويقللها شوية. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 39 او صفحة 39 وفيها اكسبيرمنت كده او تجربة جميلة كده عايزين نعملها مع بعض وهي خاصة بالبروتكشن او بالحماية الخاصة بالسكن او بالجلد وبيخلينا نعمل هنا الاكسبيرمنت دي علشان يوضح لنا ازاي ان السان سكرين او سائل او كريم الحماية من الشمس ممكن يعمل بروتكت او ممكن يحمي السكن او الجلد بتاعنا بشكل كويس. فهنا بيقول لنا protecting our skin protecting our skin او حماية جلدنا. فبيقول لنا هنا read the instructions اقرأ التعليمات record your predictions اكتب التوقعات بتاعتك اللي انت تتوقعها طبعا قبل ما تشوف النتائج then follow the steps وبعد ذلك اتبع الخطوات to complete the experiment to complete the experiment علشان تكمل التجربة. فهنا طبعا الماتيريالز او المواد اللي احنا نستخدمها هي بيقول لنا هنا materials you will need مواد انت سوف تحتاجها. فاول حاجة بيقول لنا one piece of construction paper ورقة كده مثلا من الأوراق السميكة شوية زي ورق الكانسون اللي ممكن نشتريه من المكتبة ورقة تكون سميكة شوية وبيقولك لازم يكون لونها dark color أو لونها لون غامق. أنا طبعا أفضل البلاك أو اللون الأسود عشان هيوضح الاكسبيرمنت دي بشكل أفضل. تاني حاجة بيقولك هنحتاج كمان sunscreen lotion or spray sunscreen lotion or spray طبعا بيقول لنا هنا lotion او spray الخاص بالحماية من الشمس
اللوشن طبعا اللي احنا بندهنه والسبراي اللي احنا بنرشه. تالت حاجة بيقولك هتحتاج white crayon او قلم ابيض or chalk or chalk او قطعة من التباشير علشان هنكتب بيها حاجة مهمة جدا هنشوفها في الاخر. طبعا الانستراكشنز او التعليمات بيقول لنا هنا fold a piece of construction paper in half، يعني اتني الورقة اللي انت جبتها دي لنصين زي ما احنا شايفين قدامنا. دي الكونستراكشن بيبر وهي طبعا لونها اسود زي ما اتفقنا من شوية، ده هيبقى افضل لون. هنتنيها بالشكل ده، نخليها متنية شوية. بعدين بيقول لنا rub a very small amount of sunscreen on one side of the paper. طبعا هندهن نص من النصين دول بكمية قليلة جدا من السانسكرين على نص من النصين الخاصين بالورقة دول، وهنسيب النص التاني مش هندهن عليه اي سانسكرين. زي ما احنا شايفين قدامنا ادينا بندهن السانسكرين على نص من النصين. تالت حاجة بيقول لنا put the paper in direct sunlight for most of the day. هتحط بقى البيبر دي او الورقة دي بشكل مباشر كده في أشعة الشمس لأغلب وقت اليوم، يعني لطول اليوم كده هتحطها في أشعة الشمس. ورابع حاجة بيقول لنا record your observation، record your observation، اكتب الملاحظات بتاعتك. فطبعا يا أصحابي لما نقوم بالإكسبيرمنت دي أو التجربة دي زي ما احنا شايفين قدامنا، طبعا الجزء اللي تعرض للشمس وما كانش عليه سان سكرين اللون بتاعه بقى باهت، بقى تحس ان اللون بتاعه باظ كده وبقى باهت، اما الجزء اللي كان عليه سان سكرين او الواقي بتاع اشعه الشمس فضل لونه زي ما هو، لونه اسود غامق وزاهي ومفيش اي مشكله فيه. فزي ما احنا شايفين قدامنا ده النص اللي حطينا عليه سان سكرين وده النص اللي ما حطيناش عليه سان سكرين. احنا شايفين قدامنا الفرق بينهم واضح ازاي. هنا طبعا في الصفحه هنا هنكتب البريدكشنز بتاعتنا او التوقعات بتاعتنا، وطبعا النتائج اللي احنا شفناها او الاوبزرفيشنز او الملاحظات اللي احنا شفناها. فبيقول لنا هنا على النص اللي كان عليه سان سكرين او واقي اشعه الشمس، فبيقول I predict انا اتوقع the sunlight will not affect the color. The sunlight ضوء الشمس will not affect the color مش هيأثر على اللون بأي شكل من الأشكال. طب no sunscreen الجزء بقى اللي ما كانش عليه sunscreen I predict انا اتوقع ايه the color will change. The color will change اللون هيتغير، انا توقعت كده فعلا لان السانسكرين المفروض ان هو يحمي الكالر بتاع البيبر. طيب I observe انا الاحظ النص اللي عليه sunscreen the sunscreen protected the paper and the color didn't change. The sunscreen protected the paper. السانسكرين حمى الورقة and the color didn't change واللون ما تغيرش. أما طبعا ال no sunscreen I observe أنا ألاحظ the color changed and turned to white black. The color changed اللون اتغير and turned to وتحول إلى white black أو لون أسود فاتح أو light black لون أسود فاتح. وبكده نكون وضحنا الاكسبيرمنت بتاعتنا وازاي السان سكرين أو ازاي واقي أشعة الشمس قدر يعمل بروتكشن أو قدر يعمل حماية للكالر الموجود في البيبر اللي احنا استخدمناها. وكتبنا كمان على النص اللي احنا استخدمنا عليه السان سكرين بالوايت كريون أو بالتشالك أو بالتباشير حددناه، وكتبنا على الجزء التاني او على النص التاني اللي احنا مستخدمناش عليه السان سكرين علشان نبقى عارفين كل نص منهم. وبكده نكون انهينا بيج 39 وانهينا معها الاكسبيرمنت الخاصة بتاع الدرس النهاردة وانهينا معها الدرس. اتمنى ان انت تكون استفدت، لو استفدت اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.